ما قال لي شيء امي، قال لي انه عنده مشاكل بالبيت، وقت بيشوفني بيقول لي اياهم. انا ما عم بفهم شو عم بصير. استني لنشوف ياسمين، اتصلي فيه بكره وبتعرفي شو اللي عم بصير. اكيد في شيء مخبي عني. شو بده يخبي يعني؟ ما بعرف، بس في شيء عم بيخوفني. كل ما نكون متفقين يا بيجي لعندي متاخر يا عنده مشكله ما بيقدر يجي، وانا بدي ضل قاعده عم بستنى. بدي احلف يمين ما عاد حاكيه ابدا ابدا. ياسمين بنتي خليكي عاقله. ايه بعرف، يعني معقول يكون. شو؟ ما بعرف اذا اللي بدي اقوله مزبوط، بس احيانا نفكر انه معقول يكون متزوج. معقول يكون في هيك شيء؟ ياسمين بنتي منين بتجيبي هالافكار؟ بنتي لا تفكري بهيك شغلات سيئه. فكري بالشغلات المنيحه واستني لنشوف، بكره بنعرف الحقيقه. يلا هلا بخاطركم، تصبحوا على خير وسلمي على خالي نوريش. ماشي، يلا حياتي الله يكون معك. دائما اسرار، دائما اسرار. شوفي سوا شو القصة؟ والله ايدي صاروا يرشفوا يا نوريش. ياسمين ما لازم تفكر بهالطريقة، ما معها حق تستنى. ياسمين معها كل الحق نوريش. منين بدنا نعرف انه صواش مو متزوج؟ منين بدنا نعرف؟ صار لهم شهور ولهلا ما قال لها بدي اطلب ايدك، وكل ما تفتح معه سيرة الزواج بسكر الموضوع بيحكي بغير سيرة. والله ما بعرف، بس انتو ما لازم تفكروا بهالطريقة. إذا كان صواش بيحبها مو لازم يطلب إيدها للزواج؟ ما عمل شيء. ما تصرف هيك مع ياسمين، كأنها مو مثل هالبنات، كأنها تسلاية. حبيبتي ليش عم تفكري بهالطريقة؟ شلون بدي فكر؟ قولي لي أنت شلون بدي فكر؟